وصل مجلس النواب في جلسة الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة مناقشة البيان الوزاري للحكومة. وفي بداية الجلسة دعا الطراون إلى الإسراع بتسجيل الكتل النيابية لدى الأمانة العامة للمجلس وفق أحكام النظام الداخلي الذي يشترط إيداع نظام خاص لتنظيم عمل الكتل خلال 30 يوما من بداية الدورة العادية. تتحدث الحكومة في بيانها عن الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد، ثم تمضي دون محاسبة الحكومة السابقة التي رفعت المديونية إلى أرقام فلكية ينوء بأعدائها كل بيت أردني. فهل الحكومات فوق الحساب؟ وما الفائدة من مجلس النواب إذن؟ أم أن الماضي فات ولا يسعنا سوى أن نأكل حسرومه لفترة طويلة؟ هل يقتصر نهج المحاسبة على ملف التذاكر المجانية وتقدم على أنها فتح مبين؟ إننا مع رد القرش، حتى القرش بحقه إلى المواطن، ولكننا نطمح أن ترفع الحكومة سقفها في المحاسبة فتعلمنا أين ذهبت المليارات والملايين التي اختفت دون أن نعلم. لقد كنا نرجو أن يعالج البيان الوزاري القضايا الساخنة التي تشغل الرأي العام الأردني والتي تم تجاهلها بالكلية أو المرور عليها بعبارات فضفاضة، ومنها قضيتي المناهج واتفاق الغاز مع الكيان الصهيوني، وقد حملنا المواطنون أمانة طرحها والسعي بحلها بما يستند إلى المطالب الشعبية. لقد تجاهل البيان الوزاري ما حصل من تقسيم للهوية الدينية والوطنية والمحتوى المعرفي والقيمي في المناهج، ولم يتم محاسبة الوزارة على الخطأ الفادح في تعميم المناهج الجديدة وعدم الاكتفاء بنسخة تجريبية في عدد محدود من المدارس، وإنما تعميمها على كل المدارس. فإن الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها الأردن تحتاج إلى صوت العقل والحكمة والمنطق بعيداً عن النظرة الضيقة، وعليه فإن مسؤولية خطورة الوضع الاقتصادي في الأردن تتحملها الحكومات السابقة، لأن ربط الاقتصاد بالموقف السياسي ما يحدث في الإقليم ساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة الاقتصادية وما تبعها من اضطراب بالأسعار وارتفاع نسب الفقر والبطالة. ولا بد أن تحذر هذه الحكومة من خطورة الوضع الاقتصادي الذي يمر به الأردن. معالي الرئيس، الزميلات والزملاء، في زمن الغرائب والعجائب، في زمن كثر فيه الكلام وقلت فيه الأفعال، في زمن صار فيه الفساد ديناصورا يلتهم حتى لقمة الجيعان، في زمن تصادر فيه الأقلام ويسجن به الحمام بتهمة الكلام، في زمن نعيب به زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، في هذا الزمن المقلوب يؤتمن الخائن ويخون الأمين ويفضى القابض على دينه كالقابض على جمرة من نار. أيها الشعب العربي المرابط في كل بقاع الأرض، لقد وصل حال أمتنا إلى أسفل سافلين بعد أن تكالبت علينا الأمم. سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين، وعبر رئاستكم الجليلة دعوني أتوجه لرئيس الحكومة بالأسئلة التالية. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية القوى العظمى في العالم، ونحن في منهجنا الاقتصادي أخذنا منها كل النماذج التي طبقت في السنوات الأخيرة، من مناطق حرة إلى خصخصة أصول الدولة إلى الاقتصاد المفتوح، ثم منح القطاع الخاص شراكة حقيقية في الإدارة. ومن أدار اقتصادنا هم خريج الجامعات الأمريكية، وحتى الرئيس نفسه هو خريج جامعة أمريكية. لقد جرت العادة أن يكون خطاب العرش السامي بافتتاح أعمال مجلس الأمة بمثابة بيان وزاري للحكومة، حيث كان الخطاب السامي في الماضي يستعرض ما ستقوم به الحكومة، ما تقوم به حكومة جلالة الملك بالتفصيل، وكان بمثابة دليل إرشادي وتوجيهات ملكية سامية للحكومة بأن تنجز ما تحدث عنه مولاي جلالة الملك. أما اليوم فنحن أمام متغير واضح في خطاب العرش السامي،
حيث جاء الخطاب محدداً التحديات الكبرى التي يواجهها الأردن على الصعيد المحلي والإقليمي، وهي تحديات واضحة لصناع القرار والرأي العام الأردني. كما تحدث الزملاء ولا أريد الإضافة إلى أنني ومن واجب المسؤولية أتحدث عن أبناء غزة في الأردن، هذه الشريحة الواسعة والتي لا يجوز التعامل معها بصفة وافد لما قامت به من مساهمات في البناء والإعمار منذ 50 عام، والتي قضت ظروفهم لوجود سلطة احتلال بعدم عودتهم إلى أراضيهم، فأصبحوا شركاء حقيقيين لأبناء الوطن الواحد. فإنني أؤكد على منحهم الحقوق المدنية الكاملة بالتملك والعلاج في المستشفيات الحكومية، وحقهم في التعليم، والتخفيف عليهم بمنحهم جواز سفر مؤقت لمدة 5 أعوام بدل من 2، وتطبيق فئة رخص القيادة من خصوص إلى عمومي دون حقهم في المحاصصة السياسية. أما بالنسبة للقطب الصور الشقيق وما حملته مبادئ الثورة العربية الكبرى ورسالتها المجيدة من الحرية والوحدة، فإنني أطالب الحكومة بالوقوف إلى جانب سوريا الأرض والدولة والشعب والحفاظ على وحدتها وعدم الدخول في استقطاب بعض معادي للمصالح الوطنية السورية. يا دولة الرئيس تقدرون على الاقتصاد، وهنا مرافق الاقتصاد كثيرة وأولها السياحة. التحديات كثيرة، لا تتركونا نتباكى بأن الوضع الأمني هو السبب في كل شيء. كل ما بنقول شغلة بقول الوضع الأمني، الوضع الأمني الجوار ملكهم. لا يا دولة الرئيس، التحديات الداخلية للسياحة أكثر منها من تحدي الأمن. تذاكر الطيران المرتفعة يا دولة الرئيس مقارنة بالدول المجاورة تجعل السياح لا يحضرون هنا. يا دولة الرئيس، السياح بحاجة إلى فنادق رخيصة السعر وإلى أناس مرحبين بهم. يا دولة الرئيس، هل هناك ثقافة إعلامية في الدول التي تشتهر بالسياح؟ مثلا لماذا لا يكون لنا مكتبا يثقف ويدعو للسياحة في تركيا؟ لأنك تجد السياح في تركيا. أو في مصر؟ لأنك تجد السياح في مصر. لا نريد هنا فقط أن ندعو للسياحة. يا دولة الرئيس، هل يعقل سعر تذكرة دخول البتراء بقدر 5 أمثال سعر تذكرة دخول متحف اللوفر؟ كيف نريد أن نشجع السياحة؟